السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد، درس اليوم هو الدرس 19 من دروس الجديد في الرياضيات المستوى السادس، والتماثل المحوري. نشتغل بحول الله في الصفحة 89. نحن ننصح جميع التمارين في هذه الصفحة. إذن ندعو على بركة الله. التمرين الأول، أرسم مماثيل كل شكل بالنسبة للمحور الملون بالأحمر. إذن عندي هنا بعض الأشكال، وعندي هنا الخط الأحمر هو محور التماثل، ومطلوب مني نرسم ليه الشكل المماثل ديالو. عندما نتكلم عن التماثل المحوري فكأننا عندنا واحد المرآة، يعني الحاجة اللي كاين هنا كتشوف راسها في الجهة الأخرى بنفس الطريقة وبنفس المسافة. باش بعيدة، مثلا عندي هاد النقطة بعيدة هنا بمربع، إذا الأخرى تكون هنايا، هادي بعيدة بثلاثة غتكون هنا بنفس الطريقة، وغيكون الشكل ديالنا هو هذا. هذا هو المماثل ديال هاد الشكل بالنسبة للمحور الأحمر. الشكل الثاني سيكون بهذا الشكل في الأسفل. الشكل الثالث هو هذا، تلاحظوا بأن كاين تماثل هنا كأنها مرآة، حتى العدد ديال المربعات خصني نحتارمو نخدم بالتربيعات. الشكل الأخير تلاحظوا بأن عندي الشكل يعني فيه الخط الأحمر، يعني النقط اللي كاين هنا غادي تمشي لهاد الجهة، والنقط اللي كاين هنا غتجي لهاد الجهة الأخرى، باش يكون الشكل بحال هكا، يعني كاين واحد التداخل بين الشكلين. نمر للتمرين اثنان، وحدد محور او محاور تماثل كل شكل مما يلي. يعني عطاونا الاشكال، طلبوا منا حنا نرسموا ليها محور التماثل باش يكون فيها يعني الجهة مقابلة للجهة الاخرى وتكون متماثلة معها وتشبهها. فبالنسبة لهذا الشكل فالاحتمال الوحيد اللي عندي هو هذا الخط هذا، باش يكون هذا الشكل اللي على اليمين كيشبه الشكل اللي على اليسار. مكانش ندير خط هنايا او نقص من هنا، اذا الخط الوحيد اللي كاين هو هذا. الشكل الاخضر او الثاني خط او محور التماثل سيكون بهذا الشكل، تكون عندي التماثل بين النقاط بنفس المسافات. الشكل الثالث، عندنا المحور الاول كيقسم لنا القرص بهذا الشكل، عندنا محور ثاني عنده كيقسمه بهذا الشكل، يعني هذه الجهه فوق اللي في الاعلى هنا، هذه الجهه كتشبه هذه الجهه، حتى الى قسمنا على هذه الجهه، الجهه اللي في الاعلى كتشبه الجهه اللي في الاسفل، يعني عنده جوج المحاور ديال التماثل. ممكن نزيدو اكثر، غنجيو لهذا الشكل هذا، عنده المحور الاول كاين في هذا المكان، وعنده هذا المحور الثاني كاين في هذا المكان، عنده محوري تماثل. اذا نمر للتمرين رقم ثلاثة، هنا عطوني الشكلين وعطوني مع محور التماثل، وسولني واش عندي تماثل محوري ولا لا، واش الشكلان متماثلان بالنسبه للمستقيم الازرق، مع تحليل الجواب. في الحالة الأولى لاحظت بأن المحور التماثل هنا الشكل عندوني واحد الرأس في هذه الجهة، هنا كاين في نفس الجهة ولكن ما ماشي في الجهة المقابلة لها. هنا قلنا محور التماثل بحال المرآة، إلا كانت الجهة يعني كانت هنا على اليسار خاص تكون الجهة هنا على اليمين، ما تكونش أيضا على اليسار. إذا في الأول ليس الشكل غير متطابقان، وهذا الخط الأزرق ليس محور التماثل لهما. من أجل التحقق ممكن نرسم هادشي في ورقة ونقوم بالطي ديالها وفق هذا الخط الأزرق، وخاصة نلقى بأن هذه النقطة غتجي هنا وهاد النقطة هنا غادي هنا، إذا ما يكونش تطابق بين الشكلين. هذا هو الطريقة ديال التحقق. الشكل أو الشكلان ثانيا، هنا عندنا جوج الأشكال، عندنا محور التماثل الأزرق. في هذه الحالة نعم الشكلان متماثلان بالنسبة للخط الأزرق، لأن النقاط متباعدة بنفس المسافات وهناك تربيعات محترمة، يعني كاين نفس المسافة. إلا بغينا نتأكدو نفس الطريقة نرسموه ونطوي الورقة من الخط الأزرق ونلقاو تطابق هاد النقطة، هاد تنطابق مع هاد النقطة، هاد النقطة مع هاد النقطة، وهاد النقطة مع هاد النقطة، ويكون تطابق الشكلين. نجيو الشكلين المواليين اللي بالأزرق، في هاد الحالة كنلاحظو بأن ما عندناش تطابق، يعني في هاد الحالة لا ليس هناك تماثل بين الشكلين. غادي يكون عندنا، لأن النقط اللي هنا خصهم يكونو هنا، والعكس صحيح، ولكن عندنا داكشي بالمقلوب. بالنسبة للشكل الأخير فنعم كاين عندنا تماثل هنا في هاد الحالة، لأن إلا شفنا الخط الأزرق فبالنسبة للمثلث عندنا النقطة اللي هنا في القاعدة كتشبه هاد النقطة اللي هنا، عندنا التقاء في هاد المكان. الشكل الأخضر أيضا مقسوم على جوج، كل نقطة كتبعد على النقطة المماثلة لها بنفس المسافة أو بنفس عدد المربعات. بالنسبة للتمرين الرابع، رسمت خديجة شكلا ومماثله بالنسبة لمحور محورين المعلوم في كل حالة، ثم قامت بمسح المحورين. أنقل كل شكل في الشبكة التربيعية، ثم أرسم كل محور تماثل. كيف أتحقق من كل أن كل محور رسم بشكل صحيح؟ أول شيء غادي نرسمو المحاور بالنسبة للشكلين الذي قامت برسمهما طفلة خديجة، وقامت بمسح
محور تماثل. بالنسبة للشكل الأول محور تماثل سيكون بهذا المكان، وبالنسبة للشكل الثاني سيكون محور تماثل في هذا المكان. أيضا طريقة التحقق هو أننا نقوم بالورقة اللي خدمنا اشتغلنا عليها، نقوم بطيها وفق الخط الأحمر لكي نحصل على تطابق بين الشكلين. تلاحظوا بأن النقاط متباعدة بنفس المسافة عن الخط الأحمر اللي هو محور التماثل. التمرين الخامس والأخير في صفحة 89، أتأكد باستعمال الأنسخ أن الشكل الأحمر مماثل للشكل الأخضر بالنسبة للمستقيم دي وأقارن. هنا مطلوب أن نستخدم الأنسخ، يعني غنرسم هذا الشكل في أنسخ هذا الشكل، ونحاول نحط الورقتين فوق بعضهما ونشوف واش هناك تطابق ما بين الشكلين أم لا يوجد تطابق. مطلوب مننا نقارن أبي مع أبريم ببريم. أبي مع أبريم ببريم، فهنا إلى استعملنا الأنسخ وقارنا ألقوا بأن هذه المسافة هي نفس هذه المسافة، لأن الشكلان فعلا متماثلان بالنسبة لمحور المستقيم دي. السي أ والسي بريم أبريم يعني الوتر ديال المثلث، وأيضا كيساوي الوتر ديال المثلث. أن شعاعي الدائرتين أيضا اللي هو مثلا أو بريم سي بريم و أو سي هو شعاع الدائرة، فهنا أيضا كاين تطابق وتكون نفس المسافة. بالنسبة للزاوية أ سي بي و أ بريم بي بريم سي بريم، أ سي بي أ سي بي هاد الزاوية اللي هنايا اللي بتلاقات مع الدائرة اللي هنا، فهي أيضا غتكون لها نفس قياس ديال الزاوية اللي هنا. إذا السؤال الأخير ماذا ألاحظ؟ ألاحظ بأن المسافات اللي كتكون عندي وكندير تماثل محوري فالمسافات لا تتغير، أي حددت ليا التماثل المحوري كنلقاها بقات هي. أيضا الزوايا كيبقاو عندي هما، يعني ان التماثل المحوري كاستنتاج يحافظ على المسافات وعلى الزوايا، حتى الا كان مثلا شي توازي مثلا ولا شي تعامد فهو كيحافظ عليه. فمثلا الا خدينا غير هذا المثال، مثلا هنا الا مثلا شفنا هذه القطعه اللي هنا شحال فيها، فتقريبا جوج مربعات وواحد شويه، هنا نفس المسافه تقريبا، هنا عندي جوج مربعات، هنا جوج مربعات، هنا عندي زاويه قائمه، هنا زاويه قائمه، هنا زاويه قائمه، هنا ما كاينش التغيير ديال الزوايا. فهاد المثلث هاد الزاويه هنا هي نفس هاد الزاويه هنا، وهاد الزاويه هنا هي نفس هاد الزاويه هنا. اذا التماثل المحوري يحافظ على المسافات، يعني المسافات كيبقاو هما، وايضا الزوايا تبقاو هما. كان هذا هو التمرين الاخير في هذا الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله مع صفحه 90. ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش اي فيديو تنشر يوصلكم نتوما الاولين، وتقدروا تشوفوا في نوتيفيكاسيون في لاشين ديالكم اولا في الايميل ديالكم في جيميل. اذا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماجي، الله يعاونكم.